هما أغانيه بقول دينية. الكلام يفهموه كثير، والصوت نتاعو كان جميل، وثم حتى في القعدة نتاعو يعجبهم. إن الفنان المرحوم الحاج منور يعد بحق مثالا طيبا للفنان المناضل والمواكب لحركة الشعب. لقد أثر الفنان في جموع الشعب فأحبه وكان له سندا لكي يبدع ويعطي من قريحته التي لا تنضب بالحيوية والوطنية. والفنان المرحوم الحاج منور معروف لدى الشعب الجزائري خاصة في العاصمة، صفق له الناس كثيرا، ليس لأن أغاني الحاج منور ذات مستوى، وإنما لأنها إنسانية وبسيطة ولدتها الحياة. وظل المرحوم الحاج منور هائما على وجهه يحمل فنه ويغني حكايات تراث عاش آلاف السنين وشكل جزءا من حضارة النوبات الشعبية. كان فنان كبير، وخصوصا في الواليمات اللي كان والع فيهم الأعراس الشعبية مثل الختاين الزواج. هذا راجي الناس كما قال الاخر، ثم القليل كما قال يخدم له، واللي عنده يخدم له. كان يروح يخدم لله، يخدم بطل، يعون، يزيد من عنده. كان انسان مخلص، ما يحبش الماده، يحب الفن. يخلصنا هنا غير بالرشقه ديالو مسكين، هو ما يخلصش. كي يكون واحد هذا قليول ولا يكون يعني مسكين ما كاش يعاونه. اسمه ما كاش اللي ما خدملوش في عرسه ولا في الختانه ديالو. كاين شي عرس خدمناهم شي فاميليات، يقول لك الحاج منور حنا نربحوا عليه. جاه سكان سبع في ضغط الحجوب والعرش الخلق، اقلموا الكرسي والساق كل ما في اللوح مضيق. نور عيا يا ربي على محمد. وكان يفرح وين خدمت معاه الشعب ما كانش يقول تبارك الله، لا بالنساء لا بالرجال. وكان بالأخص محبوب في القطر الجزائري وبالأخص في مدينة مستغان. كانوا يعرفوا حتى في العملات تونس في المغرب. كل سيدنا رمضان يستدعوه في مستغانم، اولا يعدي حفلات ثم، وثانيا باش يعطي الاغاني للشبيبه اللي متولعه بالاغنيه الشعبيه. ويجوه المساغر لهنا يصحح لهم الكلام، كما ابو جمعه العنقيس، كما قروابي، كما العشاب، كما عمر الزاهي، كما انيسه المغنيه، كانت تجيني للدار لهنايا ويصحح لها كلام. واللي عنده قصيده ما يخدمهاش حتى يشاوره. حراز حكيم من الحجاز، حراز حكيم من الحجاز، قصد الغرب على البراز، قصد الغرب على البراز، قاري جردبيه ديال الرومان الازرق يا فهيم، معلم كدام الحكيم، قاري علم التنجيم كايح وشجاع في الرصاق، معلم في حرب النساء، معلم في حرب النساء، ومبلي بالطاسة وجلبات وجلسة بين البنات، والعبيهم طول الحياة، شاف مدن وقريات خاصات وغزالة عنها يدور، فتش المداين والدشور، فتش المداين والدشور، حين وصل لازم ورصاب بنت ظريفة عذرا وباهية ولطيفة، في العود كتخبل وتصيح معاه بالحجازي وشغال الشام، صايلة بيه مع نجمع الريام، عيط الغرب مع الكلام، عيط الغرب مع الكلام. بنت 18 عام في عمرها
عبرة مخنطرة في صغرها عندي كبرة في العشرة في كل يوم ما تخطيني ولا تيق عني صبرة ومنين جا الحراز نطور بالشكل باعوها لي حساد كي يحسدوني فيه للعياد وعمل عنها الرصاد في القصر سكن بين الواد والبحر وتملك بزينها وملكات الغزال العدرية وحكم عن نومير زينها ودفر بالحراز وعمل الرصاد على المجاز أمن ويصغالية كيف جرى بين العشيق وعويشة والحراز حراز حكيم من الحجاز يا غزالي كان هداك الله أنا سعدي خنبية لا تزيد لي بشفاك لا تزيد لي بشفاك زاني شوف الحالتي مقواني شوف الحالتي مقواني راني متعذب فاني عجل في دني بدوات عجل في دني بدوات نعرف ما زلت هواني كيما قلي بي هواك كيما قلي بي هواك يا غزالي كان هداك الله أنا سعدي خنبية لا تزيد لي بشفاك لا تزيد لي بشفاك يا غزالي كان هداك الله أنا سعدي خنبية لا تزيد لي بشفاك لا تزيد لي بشفاك الحاج كان إنسان بصوت إنسان مش روح إنسان كان كما قلنا احنا طيب إنسان مع الناس كامل كان مش نوح بيقولوا محبوب خصوصا في الولاية تاع الجزائر هذه بالبزاف الشعب يبغيوها حق الحق السيرة نتاعو حميدة كان راجل مليح مليح بزاف ما ينصابش في الدنيا انسان مؤمن دين تربى حر مع الفنانين كانت عنده رباطة ويحبوه يحبهم ويعودوا بالله ما قلت أنا كنت صغير هذا كان يحبني الحقيقة وهذيك اللي زاد جمل أحب أقول ملك لي وطولت معه في الحياة كاس قهوة ولا كاس شارك ما ظنيت بالحبيب ينساني ويروح بعد العشرة انسى احساني وكاري خلى قلبي مريض متسقم مجروح والعقل نعذاب ضارب لجنحاني خويا نحب خويا ماذا بيا نسمعوا صباح وعشية ما نشبعوش
كي يمدح على رسول الله، كي يمدح على لالة فاطمة الزهراء، وكي يمدح على كلش، يمدح غير مليح مليح. روفي روفي بالوصول أمولتي وحي مراسلي بود يعذرني في ويا اللي متلي كاوي انا برام زينا العقول سايا وانا بغرام المرسم ناوي من درا حتى جود لي برضها ونقول جد سعدي لجراح براو وجود وزالي غاليا كمل لي بالسرور للقلب الهاوي. تكون حفلة يعني على برا يده هو من قوة اللي يعني يحبوه الحق. الحق تاع ربي في حل فنانين هكذاك بحالو ما شتهمش هذاك الوقت. نتمنى له الرحمة والمغفرة إن شاء الله. هجرتني وجفاتني نكرتني بعد التولات بعد ايام الهجر طايلة يا القاضي عاداتني قاضي ناس الغرام لقيت الميلات ما زارتني هذا شحال لله شفتهم في نادرة ناس الغرام لله قلت له يا قاضي ناس الغرام بيني وبين ولفي حكم علينا شرع الهوايا قاضينا شوف منه ظالم فينا زلغت بيا دون خفية هجرتني ونكرت رسامنا وانا يا وعدي كان سايس حر على المنيا كان سعدتي وعد حبها حتى يعفو ربنا أخذينا سبران فيك عيد المجلة ما زرتني هذا شحال رفعت القاضي داك العجر يا سيدي رفعت للقاضي داك العجر من شافها لفيت تخلع كأنه خرج عليه صبع كلا يحكم لي جرع سقط لونه كتره ولون حس بيه تفكر قدامنا ورجع لي دغيا بصيفته كأنه سكان قال لي فارق دري مخرج انت يا مرصامنا أقضينا سوران الشراع سيدي مول الحكام ابكيت للشراع سيدي مول الحكام اقصدت ليه صبته في مقام وما زال حاكم العدل بالفصال بين وزراء واهل الفقراء الله ينصر سيد السلطان دغيا قال ليه اش عملت المزغوب الواو ولاد واو
الواو عليه دوا وتوبوه للمصحف عاد القضي يقول ضايع للدين وردنا قضينا صغرى لك حيث بنا قدرتني هذا شحال يعني بس نختموها الليلة في سبب اللي المتفرجين راه ما على بالهم باللي درنا سهرة الليلة تفكرنا سهرة في حياتنا كامل سهرة ليلة العرس ها وليلة العرس بس تخلص نخلصوها يعني بس ها نخلصوها بقاو على خير كما نقول لهم بقاو على خير وصحة سهرتهم معنا وتلاقاو بهم يعني في مرة واحدة أخرى نعم أما لا أيوه